أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أجواء ربيعية ومستقرة ومشمسة في عموم مناطق المملكة. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة بإذن الله. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة حيث يكون الطقس مستقر بشكل عام صافي 8 درجات مئوية الملموسة 8 رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية. إربد 20 إلى 10، عجلون 19 إلى 11، جرش 19 إلى 10، والمفرق 19 إلى 8 درجات مئوية مع طقس صافي بشكل عام. المنطقة الوسطى أجواء ربيعية بشكل عام أيضا مشمسة في الزرقاء 20 إلى 7، البلقاء 19 إلى 12، عمان 19 إلى 8، مأدبة 21 إلى 7، وربح الميت 27 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 21 إلى 12، الطفيلة 20 إلى 13، الشبك 19 إلى 10، معان 20 إلى 9، والعقبة أجواء حارة نسبيا 28 إلى 17 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 20 إلى 6، الصفاوي 20 إلى 4، ورشد 20 إلى 6 درجات مئوية. بهذا ننهي عشرتنا، للقاء.